مشوارنا اليوم عند صاحب إلي على عديل، في عنده حديقة حيوانات وعنده أسد ولبوة. بدنا نروح على الأسد. طبعا هاي عديل بدنا نمرق لابس قضوين تيجي طول كرم. الآن لسه صرنا ماشيين 20 كيلو، يعني ماشيين ايش شيء. من الصين؟ والله من الصين بحكي معك، بس الفيديوهات تبعاتك. حياك الله. بطلع قاعد بطلع الرقم مكتوب عند الصين، بقول معقول انا وصلت الصين. والله ما شاء الله عنك. والله اسمع، انا مقيم في الصين انا وعيلتي هون، واحنا عندنا اليوتيوب الفيسبوك ما بنفتح الا في ان، يعني مغلق من الحكومه نفسها مشطه. ليه بس؟ نستخدم في ان هيك قوانينهم. في برنامج في ان ستريم نشترك فيه وممكن نفتحه. اليوتيوب مفتحش في الصين؟ غريبة. عاد بشوف قنوات صينية في الصين. شو اسمه؟ هاي بتكون من هونغ كونغ، هاي مش من الصين، من هونغ كونغ. هونغ كونغ. هونغ كونغ مفتوح فيها. طيب وكيف بتحضر يوتيوب انت؟ بسجل في بي ان، في بي ان هذا بشكل تسجيل برنامج نشترك. طيب ليش السبب عاملين هيك؟ بشكل تسجيل. شو السبب؟ عشان المصاري ولا؟ انت بتعرف الصين تقريبا 1,800,000 نسمة. لو يدخلوا هذول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بيرفعوا ادخلهم لدرجات يعني خياليه. فهم لهم لهم برامج بديله، لهم عندهم برامج بديله خاصه فيهم كصينيين. فهمت عليك. فهمت. بس ما يقول يعني ما شاء الله الصينيين كمان هذول مدلوا على الفيديوهات، وكثير منهم يعني عامل فيسبوك. في عندي متابعين من الصين مكتوب عندي على اليوتيوب. في نسبة كثير كثير. انا في عندي شباب كثير ما شاء الله. انت بتطلع على الفيسبوك عندك والاصدقاء اللي بيني وبينك 27 واحد من الصين المشتركين. يعني هذول كلهم شباب عندنا في الصين هذول، يعني منهم من فلسطين ومنهم من الاردن. بتشرف والله. وكلهم ما شاء الله عندك. الله يسعدك والله يا اخي، الله يبارك فيك وما شاء الله عنك والله يقويك. يعني بتعرف انبسطت جدا، بحكي لك الى اسبوع مبلي تارك شغلي. يعني انا هنا في المكتب اليوم الاحد عندنا عطله، تارك مرتي واولادي، يزيد قلت لهم ساعه بروح المكتب، اذا من الي 3 ساعات بحضر بالفيديوهات تبعها لك. ما خليت. بتنور بتنور. انت من وين اصلا؟ الله يسعدك. الاصل من وين؟ انا شوف، انا فلسطيني اردني، انا بحياتي ما نزلت فلسطين. انا اصلا من عنبته طول كرم. عنبته طول كرم. حتى يا اخي انبسطت، يعني بصراحه انا بحياتي ما شفت فلسطين ولا نزلتها. بتعرف احنا معنا الجنسيه لا هويه فلسطينيه ولا شيء. طلع علي، انا نازل هالكيت على عتيل. تعرف عتيل؟ بعرف عديل. انا نازل على عديل هسا وقاعدين بنصور احنا، والمكالمه مسجله مع الفيديو. والله ممتاز. يلا كويس، بس انزلها بتتفرج عليها وبتتفرج على الطريق. يلا يسعدك والله. اسمع، انا اقول لك انا بس اشوفك والله حببت فلسطين وحببتني اني انزل عليها، لاني دائما بشوفك وانت رايح بهالسياره وانت جاي. يعني جدا ما شاء الله عنك، الله يبارك لك. الله يخليك ويحفظك يا سيدي. بس انزل الفيديو تتفرج عليه وبتسمع صوتك وانت تحكي معنا وبتتفرج على. يلا يسعدك. طيب اسمع، هاي بما انه مسجل، هاي رقمي عندك وان شاء الله نضل على تواصل على الواتساب. حياك الله والله. تسلم. اللي الله يسعدك. انا هاي رقمي اخر 30 33. هاي اللي طلع عندي اسجله. ايوه على الواتساب. على الواتساب. ايوه 30 مظبوط. 33 مظبوط. ايوه 33. الله يبارك فيك.
هاي الساعة وين هنفكر نمشي وراها صح؟ الو سلامات. معلم هلا. اسمع انا صرت في عنبته. وين انا بعد عنبته؟ بدك نكمل دور على طول كرم وبعد على عبدول. يعني اكمل على طول كرم اول شيء. طيب يلا. قريبه من طول كرم؟ قريبة؟ من طول كرم لعندي بس يعني من شطرة يعني ربع ساعة. يا رب. طيب يلا. سلام. شو؟ أول مرة بحياتي باجي على طول كرم. مرحبا شيخنا عتيل من هين؟ عتيل دغري. شكرا. قربنا نوصل عتيل بعد مشي 100 كيلو. هيا ننتزع. سيد شبوك مع الحمام. طار جربت يا زلمه عندي عايشه وما زبطش منه. والله مو كويس. طار المينا هذا اصله مش من عندنا. لا مش من هذا. اجى عندنا هنا لما حرك من جبال الكرنك. ما هو لا هيك شرد كميه منهم من تحت وصار انه يجيني وتكثر انه عبي من الجنة. انا عايش صار شهرين ثلاث. ها شفني هذا الليمور. ليمور تعال. هذا بيجي عاكل ولا كيف؟ هذا عاكل بس قطعني له ذنبته الكروت هذول تفوت. لا لا لا. ولا ذنبته بكت. بيطلعش برا؟ بلا بطلع. تعال. جايني منه فلسطين. سميت فيه ليمور. هذا نوع من انواع السعادة مدغشقر هذا هناك الموطن. هذا شو بقولوا للسناب؟ هذا كابتشينو. هذا كابتشينو بس كبار هذول شكلهم. انا هذاك صغير لسه بالعمر. هذا اكبر حجم منهم والله بكبر حجمه. هذاك اكبر شيء. هذا ابن هذا عمره سنتين. هذا لا كبير هذا عمره 5 سنين 6 سنين. هذا عمره سنتين. ذكور هذول الاثنين ما تقتلوش. لا لا ما هو ابنه. فيش عندهم اناسي؟ ما فيش. ماتت النساء. ماتت اللي كرصتها الحيه. وين اجت كرصتها هين؟ شيخ؟ هين؟ فوق بالبيت هذا اللي البيت فوق تخبين فيه. يا نيس جيبك الله مش بطون بحفر الدنيا تحت. لا بطون. ما انا عارف. رحت مرتين اكلت منه ضرب. هلا والله هلا بالاسود. الاسد زعلان. تعال عكلات هذول؟ لا بعضن شرسات. عكلات اذا واحد بلا عامل يعني بلطف. بلطف الناس بيساعدنوه هين؟ لا شو رافين؟ اثنين طاش بنكتب له. تعال هذا بقولوا الرباح. دير بالك هذا الرباح في قصص له في الغباء. مره اخذ ولد صغير. ولا اخذ ولد صغير رباح. اعطاك اليوم قبل اسبوع 10 ايام. احنا عند الاسد هنا انا والزلمه عارف بشتغل عندي. اول واحد بيصيح هو عيال يعني. بيصور بالبليفون بيساعدنا فيه. اخذ البليفون. اخذ البليفون. طب وطول البليفون منك يا زلمه. وشفته تخيل شوف منظره وهو يلعب البليفون لانه بيصور فيه بالليل ضاوي كشاف. طب كيف تلطف البليفون؟ زدته هنا وفات ال. هذا الشيء بالخضر. لا لا. كان هذا مطرح هذا كله. هذا شو؟ زعلت كوز الخضر. مش عارف هين بيت هناك كوز. مرتب حلو وحط على الارضيه تحت بطون وبطون فيها رمل. شايف كمان الرجال طلع خير في الجزمه. طلع جمال. جمال يلا تعال. ما شاء الله. ايوه جمال شايف بيجي هنا يعني نوعا ما اليف شوي. يعني مشان واحد يحط شله ويلاعبه وإيش زي هيك بس مش تفوت عنده يعني. واللبوه او اللبوه بتيجي الثاني.
هلا والله. بتخلف الا بقى؟ ما عادش هسه يعني جديد هسه احنا جبنا يعني هدت اه ان شاء الله ان شاء الله يعني شايف زي المعشر ولا لا؟ لا لا جديد كان جديد. اسد مرحبا. اليوم الاول انه اليف كان فوت بتصور مع جوا بس انفتت من نطلعش. دير بالك حالك انت. طب منيح اذا رازو زي الاسد. شو بالطعميه؟ يعني طعم اللحم جاجر كاب وجنحان وكيف زي هيك. زي هيك. منيح عندنا فشة تاعت عجل بوكل الراس عجل. منظف طبعا كل هذا طازه. طازه احسن. اليوم صايمور. ما شاء الله منيح صحتهم. اليوم في يوني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف صحتك؟ الوزن هون لا اكثر والله ماكو. انا شايفه اضخم ما شاء الله. لا لا اسمع انا عندي حي وزن 120 حي وزن ما شاء الله عندي واحد بطني ما في وزن هذا لا يوجد اين اسمه صح؟ هذا مسموح مش مزرعه في اسمع انا بعرف ناس بيجيبوا بولدوا ببيعوا لما قبل 7-8 سنين او 10 سنين استوردوهم من استراليا زي ما بكوا يستوردوا بحجوب البقر بالمئات. يعني بتحكي عن غذاء زي هذا بتطبخهم ثلاثه بوقع كرومه. بطلع فيها هيك لما يصير يفحط فيهن الوبر اللي ينكام عنهن ببلش بالنثايه خبط هسا بعزله هنا بتعزله اخرى شهر ونص بقصهم هذا انخبط ونساي ببعض بقتلها قبل سنتين كتل عندي وحده كتل وحده الدار اخرى لا لا هسا اخرى شهرين زمان او شهر يعني موسم التزاوج وانت بيجي بشهر 10 بالربيع بحبسه وبقص له اياها على الكعب وبخلته معاه هذا بقول كبار شغله انا بضل صغير وغزلاني بقولوا له بقى عندنا ثنتين زي متذكر بهم هذول كروت بنقط فوق اسمع بقى عندي برميل عالي نقط فوق وتيجي قاعد فوق هذا انا دور هذا مش معقول بس انا حلقتني هذول بيطلع عليهم زي القطن زي القطن بس انا دور ولا هذول اللي ممكن زي الخرفان ايوه عندي فيديو صورت زيهم فانا نزلت لبقول للناس هذا يعني من فصيلته العام يعز مش خروف بس بدكوش بتفن؟ والله بتفن اي ان شاء الله صاين صح؟ هاي كل التفتف الحديد هذا التفتف من هون شو نوع هذا الغنم كاميرون هذا شو بتسوي فيه هذا من بدل ما بقى عندي ضجر اكبر منه بقى عندي ضجر ضخم هذا حطه عادي على الطول علاجة زين وفلت علاجة زين كثير بتطعمهم اولا بيع الكلب دير بالك هذول اكثر شيء خطرات الثعالب في كل الحيوانات بيحمل داء الكلب فهذا بطعم احسن في النوع الاعلى تعرفه؟ الاعلى في نوع
ربع بلدي. يابا شايف الدبان هذا بروحكم دور. في عندك فليت هنا هسه؟ في عندك فليت هذا في الشيء؟ كرشت لك اياه. انت صادق بس. خسارة هذا الضبع عندنا بقتلوه، قسما بالله حرام، طلع محلاه. قال بقول لك خطر، عشو خطر؟ عمر الضبع ما هاجم بني ادم. عمرك سمعت ضبع هاجم بني ادم؟ ولا مرة. عاد اللكلك اللي عندي اعطيته لصاحبي اللي لو بعرف قلت لك اياه. بس زي ما مبتور جناحه. شبوك يعني انكسر جناحه وسويت له عمليه خمج بترت له اياه عالجته بعدين عبال الدنيا وسخ بعدين اعطيته لصاحب اللي عنده بط. ما عزل قزم تبندكن باب ركبنا على بعض بنطحن؟ لا بهجن صاحب عندي بهجن على طول تبك بكفزن هذول بيطلعن بتشوفهم في المناطق بس واحد بكدار ولا بين هذول بحبن الجبال الصح هذول دير بالك اقوى من الغزلان اقوى طبعا بكثير جبعت هذيب متفايد عليك في عندي قفص زيه عامل بفوت في الحزب بس انا عاملين له ضغط خلاص تعال بس